الإله الواحد أمين. إن الله لا يترك نفسه بلا شاهد، وله في كل جيل وفي كل قرن وفي كل زمان من يشهد له. ونحن جيل تعد بتشريف قداسة البابا كيرلس السادس القديس الذي تعايش الناس معه ولمسوه وعرفوه عن قرب. وهذه السلسلة من مجموعة صدق ولا بد أن تصدق بدأت فكرتها في اجتماع أولاد الله في الجيزة، ثم تبلورت إلى تفريغها في شرائط خاصة بنفس العنوان بنفس الغرض. وما الغرض من هذه المجموعة إلا أن نتعايش وأن نلمس بأنفسنا قديس عاش في جيلنا وهو البابا كيرلس السادس. رآه الكثيرون منا، اختبروا قوة روحانيته واختبروا قوة شفاعته، وبالتالي لمسوا معجزاته باختبار عن قرب. وهذه السلسلة الهدف منها أيضا هي أن تربطنا بمحفل القديسين، لأن الرب يقول أنتم ملح الأرض والملح جيد. وهذا الملح الجيد الذي أفرز لنا هذا البابا العظيم إنه هو شاهد لهذا الجيل وشاهد أيضا لأجيال آتية. وهذه المجموعة كل من يسمعها يمجد الله ويسبح الله في قديسيه. أرجو لهذه المجموعة من سلسلة صدق ولا بد أن تصدق المسموعة أطراد النجاح وجمال التوفيق وكمال النعمة ببركة أبونا الطوباوي القديس البابا الأنبا شنودة الثالث، حفظ الله حياته وأبقى سنين عديدة، ليشهد لنا أيضا بخبراته وتعاليمه وحبه وروحانياته لهذا الجيل الذي امتلأ بالأفكار والتكنولوجيا والعلم. أدام الله حياته لنا ليكون شاهدا لكل جيل. أرجو لكل سامع كل بركة بقوة وشفاعة البابا كيرلس، ولربنا المجد دائما أبديا أمين. نحن مع الشريط الثاني من سلسلة صدق ولا بد أن تصدق المسموعة. اسمع، تعلم، تغذى، استنير، يعطيني الرب ويعطيك نعمة وبركة. القس يؤنس كمال. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وصدق ولا بد أن أن تصدق. احنا قلنا قبل كده ان احنا مش بنحكي حكاوي، صح؟ لكن قلنا ان احنا بنقدم اختبارات ومشاهد تبين قد ايه ربنا لسه لسه شغال. ويمكن اتكلمنا كتير خالص، لكن النهارده هقدم لكم اختبار تسمعوه بنفسيكم، اختبار من صاحب الاختبار، انسان كان يعني المنتظر، معلش سامحني، شهادة الوفاة مؤجلة، لكن البابا كيرلس دخل في الخط وهتشوفوها وتسمعوها، وفي الآخر احنا مع بعض هنقول صدق ولا بد ان ان تصدق. اتفضلي مدام إيلين. انا اسمي إيلين، انا اول مرضي، عندي تأكل في الفقرات العنقية، عندي نسبة هشاشة في ركبي، عندي كبد، عندي سرطان، عندي عاملة عمليتين في القلب، شايلة صدري الاثنين، شايلة الرحم بالمبايض بالعنق، عاملة عمليتين في القلب، شايلة العصب السمبتاوي، حقنة في عودة العصب، عاملة 12 عملية. فأنا كان عندي سرطان نتاية منشطة بتفقس في جسمي المرض كله. فبعد ما عملت 12 عملية فيوم 25/7 الشهر اللي قبل اللي فات، فكنت رحت معهد الاورام، فالدكتور كان دراعي اليمين مشلول، فرحت للدكتور قال لي احنا هنعمل لك عملية وهنعمل لك تحليل، لو التحليل ده طلع سرطان زي اللي صدرك الاثنين اللي اتشالوا والعمليات اللي انت عملتيها هنعمل بتر. هو قال لي كلمة بتر انا ابعد عنكم، تعبت وبقيت اعيط وبقيت يعني الدنيا لفت بيا بمعنى الاصح،
واسودت كلها في عينيا. فقعدت اصلي وادعي القديسين وادعي ربنا انه يقف معايا ويمجد معايا اسمه ودراعي ما يتقطعش او بقيت وان شاء الله، ان هو كان نص مشلول بس كنت بحرك صوابعي بسيط وكنت بمشي على العصايه وماسكه العصايه كده، ما كنتش بعرف اكل نفسي ولا اشرب نفسي ولا اي حاجه. فروحت الطاحونه يوم 29/7، جيت اطلع السلم من فوق، السلم ضيق بطلع على كفوف ايديا عشان ما بقدرش اطلع واقفه زي اي حد طبيعي، فلقيت ما حدش فوق فنزلت تحت قعدت قدام الاجساد اصلي واقول بشفاعه القديسين وشفاعتك انت يا بابا كرولوس، انت اللي تمد ايدك عليا يا بابا كرولوس قبل ايد الدكتور، وانت اللي تحميني وانت اللي تشفيني، ودراعي ده ما يتشلش تاني يا بابا كرولوس، ولا ينقطع يا بابا كرولوس ما يهونش عليك. عملت 12 عمليه وجسمي اتقطع وتعذبت واستحملت ألمات كتيرة وما طلبتش في يوم الشفاء ولا النجا، بقيت أقول يا رب لو عايز تديني زدني وسأرفع غضبك وغضب القديسين عني أنت يا رب. فأنا دلوقتي جاية لك يا بابا كرولوس بترجاك وبقول لك اسنيني وقف جنبي عشان دراعي ده ما ينقطعش، لو أنا أخطيت سامحني، لو عملت حاجة غلط وغضبتك أنت تغفر لي وأنت اللي تقف معايا وأنت اللي تحميني وانت اللي تسندني يا بابا كرولوس وما تسيبنيش وما تتخلاش عني. فلقيت البابا كرولوس كان رحم معايا طلع لي من الاجساد وراح مسح لي دموعي ومطبطب عليا وقال لي ما تعيطيش يا بنتي. فانا لما شفته كده اتمسكت اكتر من الاول، قلت له بشفاعتك يا بابا كرولوس ما تتخلاش عني وما تسيبنيش، ولا انا عشان انا فقيره انت مش عايز تجيني يا بابا كرولوس، تعالالي واشفيني واشفيلي دراعي وحشلي الورم اللي في بطني والكيس اللي في الكلى عشان انا تعبت يا بابا كرولوس ومعنتش حمل ألمات تاني ولا عذابات تاني. فراح جايني وطبطب عليا وقال لي ما تخافيش يا بنتي سامحيني، اصل انا راجل كبير وعجوز وجيت لك اهو ما نسيتكيش. فمسح وشي 3 مرات بايده وراح رشمني بالصليب 3 مرات وراح مديني بالصليب هنا، وقعت في الارض ما حسيتش بنفسي. لما وقعت في الارض الناس افتكرت ان انا علي عفريت او علي حاجه، فالناس قالوا ايه دي ماتت ما فيش نبض ما فيش روح ما فيش اي حاجه، اللي معاها برفه راحت مطلعه، اللي معاها ميه مسقعه راحت رشها على وشي. بعد ما رش الميه على وشي فقت بعدها بساعه الا ربع ونص ساعه، البنت اللي هي كانت شايلاني على رجليها نور على وشي جامد، البنت تغمض وتفتح تلاقي النور بيزيد في وشي ويزيد في وشها هي، البنت تغمض وتفتح مش مصدقه نفسها انها شايفه النور والجمال دون. فالجيبه بتاعتي اترفعت، البنت اللي هي بتسترني وتنزل الجيبه النور راح ضرب في وشها، الاجساد طلعت بخور من تحت، الحجر نفسه بتاع الطاحونه طلع بخور والمكان كله اتعبق بخور. فالناس قعدت ايه يعني تصلي ويشوفوا اللي وقع في الارض دي ميته ولا عايشه ولا فيها ايه. فراحوا بقول لهم خبطني خبطني في الحته دي، قالوا مين اللي خبطك؟ قلت لهم البابا كرولوس خبطني. بيفتحوا القميص لقوا ضربه المشرط في صدري اللي هو معايا هنا هون، ولقوا صليب بالدم معايا اهون اللي هو الصليب الكبير دون ده القميص اللي انا كنت لابساه. راحوا مفتحين البلوزه وراحوا واخديني على الكنيسه الصغيره، وبعد الكنيسه الصغيره لما لقوا الشعب كتر والناس جت من بره وجت من هنا وهنا خدوني على الكنيسه الكبيره. فدخلت جوه ما كانش فيه اب كاهن اليوم دوت ولا دكتور، فالشماس قال لي يا بنتي لو انت عايزه تثبتي ان انت عملتي المعجزه دي والبابا كرولوس عمل لك المعجزه دي تجيب لنا تقارير وانت جايه هتيجي امتى؟ قلت له يوم الاثنين. قال لي تروحي بكره المستشفى وتشوفي راي الدكاتره ايه وتيجي. انا رحت تاني يوم المستشفى، دخلت معهد الاورام بتاع معهد ناصر، فرحت للدكتور بقول له يا دكتور انا جايه، ما قلتلوش طبعا على معجزه ولا اي حاجه، هخش امتى؟ فقال لي لسه السبت ولا لسه الخميس اللي هعمل هنعمل فيها العمليه، على العموم خش يوم الخميس وتعملي العمليه يوم ايه السبت. قلت له ماشي. طبعا انا عارفه من جوايا ان انا دراعي اتحرك وما فيش ورم، فقلت له ماشي. فشاف ضربه المشرط دي بيقول لي ايه المشرط دون،
قلت له أنا على قد تعبيري وعلى قد مفهومي، سامحوني في الكلمة واللفظ اللي أنا قلته ليه، عشان أنا جاهلة مش متعلمة. فقلت له أنت مش حضرتك عارف الشيخ متولي الشعراوي؟ مش ده حاجة كبيرة قوي قوي عندكم؟ البابا كرولس عمل لي معجزة. قال لي يعني إيه البابا كرولس؟ قلت له ما أنا بقول لحضرتك شيخ زي الشيخ بتاعكم هو اللي عملها لي. البابا شنودة اللي قبل البابا شنودة هو اللي عمل لي المعجزة. فقال لي طيب، فبس ضحك لي كده بسخرية وقال لي معجزة طيب، وراح ايه ساكت. فبقول له لو سمحت ممكن تديني تقرير ان انا عملت العملية علشان ابقى احس يعني اكون شفيت؟ قال لي ليه؟ نفذت القرار اللي انت جايبه على نفعة الدولة، كنت بتعالج على نفعة الدولة. دخلت قلت العمليات، اتحجزت، صرفت علاج، حجزت في المستشفى عشان اكتب لك تقرير، انزل الورقة للمدير بيضة اقول له الشيخ عمل لها عملية، خلي الشيخ يعملها لك ومع السلامة، شفيت دراعك مفوز سرطان يا ماما. قلت له الحمد لله. قلت له ممكن اعمل اشاعة اطمن على الورم اللي في بطني والكيس اللي في الكلى؟ قال لي خلي الشيخ يعملها لك. فروحت ماشية مروحة، وقال لي مع السلامة ما عمتش تيجي هنا تاني. فروحت ماشية ورحت للدكتور بتاعي اللي بيعالجني الكبد والضغط والقلب، بيكشف عليا فبيبص على دراعي فبيقول بقول له انت مش ملاحظ حاجة يا دكتور سامح؟ قال لي خير. قلت له الورم اللي تحت دراعي مش دراعي بقيت ارفعه؟ قال لي ازاي، وايه المشرط ده يا لين؟ قلت له ده البابا كرولوس عمل لي معجزة. فراح راشم الصليب وقال لي بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين، بركاتك يا بابا كرولوس تحل علينا. وانا قلت له ممكن تكتب لي تقرير؟ قال لي انا مش دكتور اورام، لو انا دكتور اورام اعجز بعد ايد البابا كرولوس امسك قلم او احط ايدي في ورقة واكتب تقرير طبي، تقرير الطبي على ايدي والقميص بصوابع البابا كرولوس على القميص، هو ده دليلي، اللي يصدق يصدق ما يصدقش هو ايه حر. فربنا كرمني جدا وشفيت، وجيت يوم الاربع اللي هو كان 30/7 لقيت ابونا مرقس عزيز كان كنيسة العذراء مصر قديمة طلبني، ورحت سجلنا المعجزة هناك وكتبها، فخد التقرير الطبية بتاعتي بال 12 عملية وقراهم. فرحت الاثنين اللي بعده الطحونة واخدة التقرير معايا، كان لقيت على الباب اتنين فيديو مستنيين بيصوروا وبالكاميرا بيصوروا، فطلعت لابونا فوق صورني وخد التقرير وشافها واعتمد المعجزة. وانا نازلة بقول له لو سمحت عايزة صورة صغيرة للبابا كرولوس تكون اثرية وقديمة عشان اعينها معايا في البوك وما تسيبنيش. فقال لي صدقيني ما عندي. قلت له عشان خاطري. قال صدقيني ما عندي، وانت نازلة خدي برواز من المكتبة تحت، والمكتبة دي على فكرة بتاعت البابا كرولوس والطاحونة دي بتاعته وملكه، خديها ذكرى البرواز ليكي وتعلقيه في شقتك بركة من الطاحونة. قلت له ماشي يا ابونا، ورحت مسلمة نازلة حكيت المعجزة وخدت البرواز وانا خارجة. روحت تاني يوم لقيت ام صاحبة بنتي جاية بتحكي لي على المعجزة، تقول لي ده عيال بنتي وبنتي كانوا هناك ونسايبها وقرايب جوزها كانوا هناك وسمعوا المعجزة، يا مدمينة واحدة زيك بالظبط. قلت لها ده انا اللي اتعمل معايا المعجزه. قلت لها الحمد لله انا مش عايزه شهره ولا عايزه حاجه، ان ربنا مجد معايا وشفاني وصحيت انسانه جديده تاني، وشفاني اهم حاجه دراعي اعرف اكل نفسي امسك المس اسرح نفسي، دي كانت اهم حاجه ايه عندي. فرحت اخدم واحد مريض، جيت لقيت البرواز طائق مكسور من النص، فقعدت عيط ما اتغديتش ولا اتعشيت في اليوم دون، واقول له سامحني يا بابا كرولوس كنت انا اللي اتكسرت في قلبي وانا اللي اتختش في قلبي والبرواز بتاعك ما كانش يتكسر، سامحني واغفر لي يا بابا كرولوس عشان مش قادره ان انا احافظ على بروازك ولا على صورتك. وراح جايني تاني البابا كرولوس وقال لي البيت بقى عندي، راح مطبطب عليا وقال لي مش انا قلت لك ما تعيطيش ما تعيطيش يا بنتي وما تخافيش، تملي ما كان يظهر لي ويجيني هي جملتين بيقومهم، الرب معاكي يحفظك ويرعاكي منين ما تروحي ومنين ما تيجي. هم تملي كان يختم معايا اي كلمة بالكلمتين دول، انا ماشية ببركته وماشية بدعوات وماشية وربنا هو اللي سندني والبابا كرولوس هو اللي سندني وهو اللي واقف معايا. فجيت يوم 22/8 كنت راحة ازور بنت مريضة سرطان، السرطان انتشر في جسمها كله في العرض، فالمس اللي هي هتاخدني توديني للبنت
فقالت لي يا ام دميانة مش عايزين نطلع فوق. قلت لها ليه؟ قالت لي ابونا اتصل بي وقال لي البنت بتحتضن وبتموت وساعتين والبنت هتنتهي. قلت لها يعني؟ قالت لي لا، تعالي عندي البيت نعمل تمجيد للبابا كرولوس ولماري مينا وللعذراء. حلاوه عيد العذراء ايه؟ النهارده. قلت لها ماشي. عملنا التمجيد وانا جايه انزل بعد ما قعدنا ساعتين في التمجيد، فجاي انزل بقول لها على فكره يا امل. قالت لي ايوه. قلت لها البابا كرولوس هيجيني النهارده. قالت لي ايه؟ قلت لها البابا كرولوس هيجيني النهارده. قالت لي ازاي؟ قلت لها نفس الاحساس اللي جاني يوم البرواز ما انكسر عندي، نفس الاحساس جاني يوم ما انا كنت رايحه الطاحونه عندي. قالت لي بتعرفي ازاي؟ قلت لها اول ما بيجيني بيديني اشارات وانا عارفه الاشارات دي شكلها ايه. قالت لي ايه؟ قلت لها بيخبطني في ظهري بالعصاية ويجي صوت جنب ودني يقول لي روحي هنا او هتعرفي فلانة او روحي المكان دوا. فهو البابا كرولوس هو ايه؟ دليلي واشارتي في كل ايه؟ كل وقت. اما قالت لي ماشي. قبليها بقى بنتي بقالها كانت 3 ايام قبل المعجزة التانية اللي هتحصل، فالبابا كرولوس يظهر لها يقول لها ماما هتشيل الكيس اللي في الكلى والورم اللي في البطن هيتشال وهتروح الطاحونة. البنت من كتر ما يجيلها البابا كرولوس يقعد بالربع ساعة وشه منور قدامها والبرواز تلاقيه بيضحك فيه. البنت راحت مطلعة بطانية يوم 22/8 اللي هو يوم عيد العذراء لكفتت نفسها فيه، وقبل ما تنام تقول لي يا ماما البابا كرولوس هيجيلك النهاردة، صدقيني البابا كرولوس هيجيلك النهاردة. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي هيجيلك. قلت لها ماشي. فانا دخلت ونمت، فبعد ما نمت لقيت اللي بيخبط لي على كتفي كده وبيصحيني يقول لي انت نايمه ليه؟ قومي قومي. قلت له ماشي. فقمت رشمه الصليب 3 مرات، راح واخد الكرسي بالمروحه من قدام السرير وحطته من ورا الباب وقال لي صحصحتي صحصحتي. اي كلمه يقولها لي 3 مرات معناها الاب والابن والروح القدس. دي انا عرفتها من اسس كتير الكلمه دي معناها ايه. فقلت له ايوه. قال لي فوقتي فوقتي يا بنتي؟ قلت له ايوه. قال لي هاتي ايدك، وراح مقعدني على السرير وراح قاعد هو على السرير. كنت فين النهارده الصبح؟ قلت له كنت في المستشفى. قال لي بتعملي ايه؟ قلت له كنت بعمل اشعه موجات صوتيه على البطن. قال لي والاشعه الثانيه؟ قلت له هعملها 31/8. قال لي والتحاليل؟ قلت له عملتها. قال لي يا قلين الورم اللي في بطنك هينشال يا قلين، والكيس اللي في الكلى هيتشال، شفيتي من السرطان يا قلين، وفي امانه هسيبها لك. الامانه دي اللي هسيبها لك انت سامعه؟ سامعه فاهمه؟ فاهمه. قلت له ايوه. قال لي الامانه اللي هسيبها لك مرضى فشل الكلوي، مرضى السرطان، مرضى الكبد، طول ما انت عايشه على الارض هتبقى خدمتك للمرضى دول. هي دي الامانه اللي هو ايه سابها لي. فقلت له ماشي. قال لي هتقوم الصبح بدري، فاهمه فاهمه فاهمه. قلت له ايوه. قال لي هتروحي الطاحونه تتناولي وتحضري القداس من اوله وتشيلي الاجساد كلها، تقولي لابونا لو سمحت شيلني الاجساد عشان البابا كرولوس قال لي كده، هتشيليها هتعمليها كده 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 كده. بعد ما هتشيليها كلها قولي له يا ابونا افتح على الاجساد، ما حد يكون تعبان او في ضيقه افتح له الاجساد عشان الشعب يامن، عشان الشعب ما عادش عنده ايمان، ايمانه اتزعزع. واللي عنده ايمان وربنا هيشفيه هيشفيه، بس يكون عنده ايمان قوي وهيتشافى، ومكان دون يتملي بركه ومحبه وخير، ويعمل تمجيد لمريمينا وللبابا كرولوس. سمع يا بنتي؟ سمع سمع سمع. قلت له ايه؟ قال لي والصليب ده بتاع مين؟ قلت له بتاع اب كاهن اسمه كذا كذا. قال لي الصليب ده حلو بركه، وراح بايسه ومسكه بايده. قال لي ما تتخليش وتسيبيش الصليب ده من صدرك ولا من ايدك، وما تسيبوش لاي حد وتفضلتش فيه، ان الصليب ده هيحميكي منين ما تروحي ومنين ما هتيجي، الصليب ده بركه معاكي يا بنتي. قلت له طب البرواز اللي اتكسر؟ قال لي اللي عينك تيجي عليه واللي نفسك تشوفيه هتاخديه يا الين، هتاخديه هتاخديه. قولي له كده يا ابونا لو سمحت انا عايزه البرواز دون، وتشاور عليه بصبعك زي ما انا بشاور كده، وتقولي له هو دون اللي عيني جت عليه وهو دون اللي البابا كرولوس قال لي هتاخديه وهتاخديه يا بنتي. عايزه حاجه؟ قلت له شكرا. قال لي الرب معاكي ويحفظك ورعاكي منين ما تروحي ومنين ما تيجي، وراح يشمني بالصليب. نمت قمت على وجع الحته دي جامد،
فقمت انا ما بصيتش اكني طالعه من اوضه العمليات وعايزه الحقنه المسكنه بقى عشان الجرح ايه يبقى شويه. فقمت جامد قمت ادور على مين، على البابا كرولوس، ادور عليه في الشقه تحت الكراسي وتحت السراير والترابيز، ما لقيتش حاجه بره. فقمت بصحي دميانه بقول لها دميانه يا دميانه، قالت لي نعم يا ماما. قلت لها اصحي، فقالت لي في ايه يا ماما؟ قلت لها البابا كرولوس ظهر لي. بعمل كده بطني لقيت الحته دهيا اللي على بطني هي دي الامانه اللي سابها البابا كرولوس، وقال لي هتبقى معاكي منين ما تروحي ومنين ما تيجي. ومن ساعه المعجزه ما حصلت لي حشر 11 معجزه الناس برضك، والشفي سرطان كان فشل كلوي جلطه شلل، وربنا شفاهم. بس اللي عنده ايمان بربنا اهم حاجه نكون بنصلي وبنتناول وبنعترف وبنروح الكنيسه، بيتنا فيه كلمه ربنا، فيه قداس، فيه محبه بيننا وبين بعضنا، هيبقى ربنا هيخش بيتنا ويباركه ويقف معانا باذن الله. وشكرا. طبعا احنا بنهنيها بالشفاء وايد ربنا اللي اتمدت عليها ببركه البابا كيرلس، وطبعا ده دليل ان ما زال الله يعمل، واحنا مش بنحكي حكاوي، اديكوا شايفين بعينيكم. وفي صليب على بطنها يمكن اثر العمليات، نسميه اثر العمليات بتاعت البابا كيرلس، مشرط وصليب. ممكن يعني بدون حرج فهي اخت ليكم توريكوا الصليب، الصليب اللي ببطنها. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحدة بعتت لي جواب من اسكندرية بتقول لي كان عندها بنت وبتصلي ان ربنا يخولها البنت. الصوت اتسحر شوية. كانت بتصلي ان ربنا يخولها بنتها، فاللي حصل انها حملت، وكانت وهي حامل تقول يا بابا كرولوس اديني، يا بابا كرولوس انا عايزة تديني. فكان نفسها تجيب ولد عشان ايه يعني زي ما بيقولوا تخاوي البنت بولد. فلما حملت جوزها قال لها شوف يا بنت الناس، الواد اللي هيجي ده انا لازم اسميه على اسم ابويا، اسميه زكي. قالت وانا يقولوا لي يا ام زكي برضه يعني ايه مش هي. قالت لي شوف يا فلان انا نادرة ان اذا جبت ولد هسميه كرولوس. قال لها ابدا، اسميه على اسم المرحوم ابويا عشان احيي ذكرى المرحوم ابويا. طب ده انا خايفة لحسن اجي اولد يحصل لي حاجة ضميري تعبني. تقول له لكن يا خايفة تقول له يعني يقولوا لي يا ام زكي هيقولها ايه زكي ما هو ابويا، هتعمل لنفسها ايه مشكلة. الا انها سابت الموضوع وتقول يا رب اتصرف انت، انا نفسي يكون اسم ابني كيرلس. وحانت ساعة الولادة وتروح منزلة ولدين عشان تسمي كيرلس وتسمي زكي، ويجي لها البابا كيرلس في المستشفى قال لها مبسوطة كده يا ست عشان محدش ايه يزعل. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. سيدة كتبت في جواب بتقول كنا في العالمين في المصيف وجوزها معاها، لكن جوزها سابها هناك هي وبنتها الصغيرة ونزل الشغل، يعني سافر وسابهم في المصيف. فبتقول ان هو سافر من هنا وبنتي حرارتها ارتفعت من هنا، وانا في صحراء اروح فين واجي منين في المصيف وفي الصحراء. بتقول يعني اللي قدرت اعمله ان انا استخدم يعني برشام معرفش ايه، لكن مفيش فايدة، الحرارة مش راضية تنزل. لكن بتقول افتكرت اني انا معايا زيت من زيت البابا كيرلس في الشنطة بتاعتي. بتقول فطلعت زيت واعمل ايه، فقالت يعني عصت صباعي زيت وزي ما بيعمل ابونا دهنتها بالزيت، والبنت سخنة نار سخنة نار. وبعدين البنت نامت ونعست، صحيت الصبحية بتقول لها يا دودة حبيبتي اجيب لك كوباية لبن. قالت لها لا، البنت على فكرة عمرها سنة وتسعة اشهر يا دوبك بتطلع الكلام بالعافية. قالت لها لا مش حاصلة بلبن. قالت لها ليه؟ قالت لها البابا لولوس زقاني من شوية. شفتيه فين يا حبيبتي؟ قالت لها وانا نايمة.
وقال لي قومي يا دودة تحط ايدها على راس البنت تشوف حرارة تشوف حاجة. البنت بقت زي الايه؟ زي الحصان. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحد يعني لا داعي لذكر اسمه جاله بعد عنكم تعب في ظهره، وتعب الظهر ده وحش جدا بيعذب الانسان تماما في النومة وفي القعدة وفي الوقفة. بيقول 35 سنة شارب المرار من العمود الفقري. هو على فكرة اسمه العمود الفقري مش الفقري، اذا كان هتعودنا نقول عليه الايه، هو العمود الفقري لانه فقرات. فالعمود بتاعه ده زعيه العاكر لغاية ما جه في ليلة بيقرأ في كتاب للبابا كيرلس فبيتعدل ظهر وجعه. قال وي يا بابا كيرلس، يعني انا يعني مش ناوي تعمل معايا شغلانة بقى في ظهر ده؟ بدل ما اعمل عملية لانا حمل العملية وخايف من العملية وهتعذب وهشوف المرار، فياريتك ايه تعمل معايا ايه شغلانة. بيقول فنمت وانا نعست من هنا ولقيت البابا كيرلس جاي ومعه واحد من المطارنا في حلم. فالبابا كيرلس قال له مالك يا عم، جبنا لك ابونا المطران هو يصلي لك. بيقول في الحلم سيدنا المطران اللي مع البابا قال له اتفضل يا سيدنا. قال له يا اخويا صلي انت. قال له طب يا ابني هات ايدك. فبيقول مديت ايدي فشد ايدي حسيت ان ظهري كله طقطق لدرجة من كتر الطقطقة والالم. صحيت من النوم لقيت نفسي قاعد على السرير، ودي عملية صعبة جدا ان اقعد على السرير، يعني عشان اتحول من نايم لقاعد دي عملية ايه بتعذبه جدا. قال الله بس انا قاعد وحاسس، يبقى لا ده البابا كيرلس يبقى فعلا عمل معايا ايه، عمل معايا شغلانة. طب اقف كده نزل رجليه من على من على السرير ووقف، لا مفيش مشاكل. طيب اميل لمؤاخذة قاعد للشبشب، ميل لغاية الارض يقعد للشبشب مفيش مشاكل. قال لا ده العملية بقى يعني لا انا هعمل تدريب احسن. راح طالع الصالة شال كرسي من كراسي السفرة رفعه لفوق ونزله لتحت. طب احط كرسيين جنب بعض، حط كرسيين ويشيل ويخوف. لا بدأ يعمل رياضة شمال ويمين وهب وفوق وتحت، لا ظهره مفيش ايه، لا ده البابا كيرلس عملها. عملها ولا ما عملهاش؟ صدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. عجيب هو الله في ايه، في قدسه. الراجل بتاع العمود الفقري ده بيقول حاجة تانية جميلة. بيقول مرة مروح بعد ما ربنا بقى يعني انا عليه بالشفة وبدأ يروح الشغل ماشي، يركب اتوبيس ليلة اتوبيسات زحمة يوفر الربع جنيه بتاع التذكرة، فبدأ يروح الشغل ماشي. ربنا رزقه بعيل راكب عجلة راح لاطش فيه، النضارة بتاعته وقعت من على وشه اتشرخت. فاللي حصل النضارة اتشرخت، فالناس قالوا له معلش بسيطة ان العدسة بتاع النضارة كويس انت سليم فيك حاجة؟ قال لا الحمد لله يعني مش جات في العدسة بتاع النضارة. بيقول الراجل ده وانا مش هذكر اسمه بيقول انا اتعكننت. ليه؟ دخول مدارس وعايل هم المصاريف بتاعة العيال والكشاكير والاقلام والجلاد والغلب بتاع دخول المدارس، ونقصة كمان انه يعمل للنضارة ايه عدسة. اروح امسك النضارة البسها عشان اقرا حاجة، انها مش ممكن. قال ويا بابا كيرلس ده انا بقرا في كتابك كل ليلة عشان صدق ولا بد ان تصدق. اقول لك مش داعي للذي اقرا. بيقول طب هعمل يعني هقعد من الشغل، لازم اروح الشغل. الراجل نزل وبدأ يتحسس بتاع النضارة برضها في جيبه، فراح شغله فقدموا له ورق فنسي ان النضارة مكسورة. راح مطلع النضارة من جيبه كده اوتوماتيك يعني او تصرف عفوي، وراح لبس النضارة وقرا الورقة وعمل المطلوب وخير الله. بس النضارة مكسورة، انا شفت الورق ازاي ده، انا عارف اقرا بالليل. يمسح النضارة يعدلها يقلبها يشوفها يمين يشوفها شمال، ما يلاقيش اي كسر واي شرخ في العدسة. مين اللي عملها معاه؟ اه كده صدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. ناس بعتولي عن واحد جات له جلطة بعد عنكم في يعني عملت له زي شبه شلل دراعه ورجله وقفه. طبعا بدوا في رحلة علاج مع الدكاترة الخصوصيين
ولما الناس بتتعب بتلتجي للمستشفيات، فراح ودوه مستشفى القصر العيني. الراجل من محب البابا كيرلس وماسك في البابا كيرلس وماسك كتاب من كتب معجزات البابا كيرلس، وخد الكتاب معاه مستشفى القصر العيني. كل شوية الراجل يصوت يا بابا كيرلس يا بابا كيرلس. الجماعة اللي معاه في العنبر واخده واشتنا بالشيخ كيرلس بتاعك دي، ما كفاية بقى الراجل. يعني الناس اللي في حالات زي كده بيبقوا عاطفيين شوية، بيصعب عليهم نفسهم فيعيطوا بسرعة، فيعيط ويعني عشان يتفش ينده يا بابا كيرلس. فالراجل نام، صح الصبحية راح منزل رجليه من على السرير وراح واقف على رجليه وبدأ يتمشى لوحده. الجماعة اللي معاه في العنبر قالوا له يا بختك يا مقدس يا بختك يا عم. قال له على ايه؟ قال له ابوك ابو عصاية جيب الليل حط ايده عليك ومشي. مين اللي شافه؟ هو ما شافوش، لكن اللي شافه مين؟ الجماعة المش مسيحيين الموجودين في العنبر. وبيتمشى رايح جاي واخدينه على نقالة وبدأ ايه يتمشى شوية، وبنته راحت ايه الحكاية؟ قال لها مبروك يا ستي ابوك وجاله. فقيتهم ابونا مين؟ مين في تعرفه؟ قال لها ابوكو اللي صورته على الكتاب اللي معاه، ابوكو اللي صورته على، وما يعرفوش ده متنيح، لكن ابوكو اللي صورته على الكتاب اللي معاه. فاعطت مجدا لله وشكر للبابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. هقول لكم على حاجه جايز فيكم ناس كتير ما سمعوهاش. اخونا رافائيل ربنا يمسيه بالخير تلميذ البابا كيرلس خلاص قفلت معاه وقال له سيدنا عايز اطلع الديره ترهبل. يا سيدنا انا عايز اترهبل مش عايز اقعد. يا سيدنا انا عايز اترهبل. خلاص يا عم عربيه طالع الدير. طب يا سيدنا مين هيخدمك؟ قال له ربنا موجود يا ابني، ربنا هيبعت لي حد وربنا هيسيبني. تاكل انت على الله. اخونا رافائيل لم حاجته وركب العربيه وطلع على الايه على الدير. شويه وداخل شاب من الشبان الحلوين من جزيره بدران بيبتسم بقى كده والابتسامه نص وشه كده، الحمد لله يا سيدنا بصلواتك، قول لي مبروك. قال له ايه؟ قال له جواب الحكومه اهو جاني، اتعينت مدرس. قال له فرحان يا حبيب ابوك انك بقيت مدرس؟ طيب يا عم طيب يا عم هات الجواب. راح واخد الجواب حطه ايه في جيبه. قال له طب هيروح يستلم الشغل بايه؟ قال له يا سيدنا الجواب. قال له خلاص يا عم انت تعينت تلميذ. قال له يا سيدنا ده انا خريج مدرسة المعلمين. اللي خريج معلمين ده يتعين مدرس مش تلميذ، وبيفهم البابا كما لو كان البابا ايه. مدارس عشان تتعين تلميذ؟ يا ابني تتعينت مدرس اسم الله عليك، ده الجواهر تروح يودوك مدرسة. قال لها خلاص يا ماما بس لم هدومي. هدومك ايه يا ابني؟ قال لها يا ماما انا بقيت تلميذ. لمين؟ للبابا كيرلس. طب يا ابني والتلميذ بتاعه راح فين؟ قال لها راح اترهبن النهاردة. مشي اترهبن. طب والتلميذ اللي قابله؟ قال لها برضو اترهبن. قال لها لدهية يا ابني انت برضو ايه؟ لا ما ينفعش. يا ابو شوقي؟ نعم يا ابو شوقي. يلا بينا نروح نشوف البابا، احنا مش مستغنين عن الايه عن الواد، مش مستغنين عن شوقي. وطلعوا على البابا كيرلس وراحوا يا سيدنا انا ابو شوقي وام شوقي. بابا كيرلس قالوا نعم يا عم في ايه؟ قالوا يا سيدنا ابني شوقي انتوا يعني خدتوه. انا بصراحة يا سيدنا اجيب لك من الاخر. قال له يا عم هات من الاخر. قال له انا خاف لا يترهبن. قال له انت تستاهل يا عم ان ابنك يعمل راهب، ما تسيبه يا عم. قال له يا سيدنا. قال له طب يا ست انت عندك كم واد؟ عندك كم واد؟ قال له يا سيدنا عندي ثلاثة.
فراح البابا كيرلس رافع وشه كده قال له يا رب التلاتة يتسودوا، طالما مش راضي ابو واحد ان شاء الله التلاتة ايه هيتسودوا. ام شوقي بصت لابو شوقي باحنا جايين عشان واحد. خلاص يا سيدنا ما تزعلش، احنا ايه هنسيبه هو ونصيبه، عليه العوض ومنه العوض، هنعمل ايه؟ راجع ام شوقي وابو شوقي، يا خسارة شوقي بقى تلميذ البابا كيرلس وايه وهيترهبن. لكن روحوا وبعد كم سنة كده اتنيح البابا كيرلس وبيدوروا على شوقي، فين شوقي؟ قالوا شوقي راح دير البراموس واترسم راهب باسم ابونا بنتياس البراموسي. مفيش سنة ام شوقي قاعدة في امان الله لقت ابنها الاصغر منه اسمه سعيد بيلم هدومه يحطها في الشنطة. ايه يا سعيد رايح فين؟ قال لها رايح يا ماما خلوة في دير امبابولا في البحر الاحمر. انا فكرتك يا ابني رايح عند اخوك. قال لها بص يا ماما هما بس ايه اسبوع اتنين كده، ما تغيبش عليا يا حبيبي. لا يا ماما هو بس شوف اقولك على حاجة، هما اسبوع او اتنين، ان بقوا تلات اسابيع ما تتخضيش، ان بقوا اربع اسابيع ما تزعليش، ان بقوا خمس اسابيع ما تسأليش. قالت له يعني ايه؟ قال لها باي باي وخد شنطته وخد بعضه ايه ومشي. وبعد شهرين بعت لهم جواب انا الحمد لله بخير واطمئنوا عليا ومش راجع تاني، وابنك الراهب فلان الانبابولة وادي نمرة اتنين ايه اتسود ولا ما تسودش. ام شوقي حطت ايدها على خدها قالت وي ما بقيش الا جورج، بدل ما يترهبن كمان جورج نعمل ايه يا ابو شوقي؟ لازم نجوزه. ما البابا كيرلس قالها لا قال ايه تحوق فينا التلاتة يتسودوا، طب نعمل ايه يا جورج تتجوز؟ الولد طيب ومسالم ومتربي تربية. قال لها يا ماما ويا بابا اللي تشوفوه انا تحت امركم، هو اخ طيب خالص. فبسرعة جوزوه والاخ في حاله واتجوز وفرحوا بيه وبيخدم في كنيسة ماري مينا في شبرا. البابا كيرلس البابا شنودة ربنا يديله الصحة عاوز يرسم قسيس على كنيسة ماري مينا. ايه عمله بتاع ايه؟ البابا كيرلس قال له طب ايه رأيكم احنا نعمل قرعة، اكتبوا الاسماء ونعمل قرعة. كتبوا الاسماء عملوا القرعة طلعت على الاخ جورج واترسم قسيس باسم ابونا انطونيوس في كنيسة ماري مينا في شبرا، والتلاتة ايه اتسودوا. مش بيقولوا في المثل اللي ما يرضاش بالخوخ يرضى بشرابه؟ وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. فاكرين مرة حكيت لكم عن الواد اللي من الصعيد اللي من محافظة سوهاج اللي ابوه صرف عليه ودفع له فلوس قد كده عشان يبقى ضابط قد الدنيا، وبقى ضابط في المعادي وقاعد وسط الضباط كده في نادي، اقول له ليه خمس اشهر ما سألش ولا رفع سماعة التليفون يدور على ابوها ابو جلبية ده؟ فبرضه قلب الاب، وزي ما بيقولوا في الامثال الاب ايه الاب رب الاب رب. فجي الاب من الصعيد بجلبيته والتلفيحة بتاعته يدور على ابنه، فراح الاسم بتاع المعادي حضرة الضابط فلان موجود؟ قالوا له اه موجود، هو في النادي اللي هناك ده، هو قاعد مع الضباط في النادي. فراح للعسكري اللي على اللي واقف على ابنه قال له يا ابني معلش قول لحضرة الضابط فلان في واحد عايزك. فطلع الضابط وشاف ابوه وشه اتبدل. اتبدل ايه اللي جابك؟ انت جاي تعرني؟ روح امشي من هنا. زمايله البهوات الضباط بيقولوا له ايه الراجل ده اللي كنت بتزعله؟ قال لهم ابدا ده بواب العمارة كان جاي عاوز مني حاجة. ابوك اللي خلفك بقى بواب عمارة، من سب اباه يقتل ايه يقتل. ده ابوك السماوي شبه نفسه بابوك الارضي، بيقول لك عاوز تصلي لي وتخلي في علاقة بيني ما بينك انا ابوك. طب لما تصلي قول لي يا بابا الذي في السماوات متى صليتم فقولوا ايه ابانا ابوك. وفكرك اللي ملوش خير فابوه وامه
ليه خير في حد؟ لا سيبك، دي بتبقى هوجة كده، هوجة. صدقوني اللي يبيع ابوه وامه محد يشتريه ابدا، ده اللي بلا ام حاله يغم. خد بالك، ده ربنا نفسه مشبه نفسه بالاب ويقول ايه؟ متى صنعت صدقة لان اباكم الذي في السماوات، يعني بيشبه نفسه بانه ايه؟ ابوك. وربنا برضو بيشبه نفسه بامك، بيقول ان نسيت الام الرضيع. يا اورشليم يا اورشليم، كم مرة اردت ان اجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها. ده انا عايز الام اللي بتدفدف على اولادها، ده الام اللي ما تدفدفش على عيالها، دي تبقى زي الغراب. تشوفوش الست اللي بترفض عيالها ولدها عاملة زي الحداية كده ليه؟ اهو بالظبط كده ربنا بيتعامل معانا، معاملة الاب ومعاملة الام. اكرم اباك وايه وامك. واحد من الفيوم، يعني اسمه موجود عندي، بيقول صحي لقى زوره بيحرقه شوية، زوره اتحاش، راح عند الدكتور في الفيوم كتب له روشتة ما نفعتش. جه الدكتور اسكندر حبيب، معروف طبعا اشهر دكتور امراض الزور والحنجرة في القاهرة، استاذ في الجامعة، قالوا ناخد عينة من الحنجرة. اخد عينة فطلع عنده اورام سرطانية في الاحبال الصوتية، فطبعا مش قادر يتكلم، مش عارف يتكلم، العملية صعبة خالص، فنعمل ايه ونسوي ايه؟ فقالوا يعني احسن تتعالج برا، وتعالج برا ويعني هتتشال الحنجرة ويركبولك البعيد جهاز تدوس على الزمارة وتضغط الاحبال الصوتية، يعني اشبه بالخرس شوية كده. فصعبت عليه نفسه، والراجل نام ودمعته على خده، وبدأ في عتاب مرير جدا، يقول يعني يا بابا كرولوس، ده انت بتروح للغريب وللقريب وللبرة وللي جوه، انت يعني اعمل ايه؟ انا صعبان عليا منك. بص لقى البابا كرولوس جاله كده في الحلم ولا في رؤية، قال له ايه يا اخويا، هم شوية التهاب وهيروح، افتح بقك افتح بقك. بقول لك البابا كرولوس، طبعا انتوا اللي شاف البابا كرولوس منكم، كان صباع البابا كرولوس، بابا كرولوس كان عليه كف، كان يضرب احيانا، كان يضرب بس ايه، لما واحدة تكون مثلا لابسة لبس مش عارف ايه، واحد داخل على البابا بقميص كده كم من غير كم، يعني يقول له يا ابني انت كنت بتغسل دب، فكان صباع البابا كرولوس زي صباع الموز المغربي كده يعني. فالبابا كرولوس بيقول راح مد صباعه فزور الراجل ده، فراح الراجل قعد يكح، طبعا واحد مد صباعه فزوره، الناس ايه يا بابا في ايه، الف سلامة، قال له شال ايده الحمد لله، شال ايده الحمد لله. قال انت بتتكلم يا بابا؟ شال ايده، اديني يا بنت شوية مية. شال ايده مين يا بابا؟ يا بنت شال ايده، هات شوية مية يا بابا. في ايه بس ما شال ايده خلاص، ده حط صباعه. مين؟ قال لهم البابا كرولوس. الناس قعدوا يمجدوا ربنا. الراجل اللي ما كانش بيتكلم خالص وكان هيسافر بره عشان يعمل عملية ويشيل الحنجرة، شال ايده خلاص، رجع للدكتور اسكندر حبيب، اخذ عينة، قال له الحنجرة اللي عندك حنجرة صبي عمره 15 سنة، وصدق ولا بد ان ايه، ان تصدق. ومن الفيوم نطلع اسكندرية، واحدة اسكندرانية بدأت تخش في دوامة ايه، البرشامة اللي تحت اللسان، تعرفين طبعا تحت اللسان دي بتاعت الايه، بتاعت القلب، انا عندهم القلب دايما، اللي عنده القلب يبقى معاه البرشامة، العلبة البيضة دي الطربوش بتاعها احمر، عشان الازمة تيجي تاخد البرشامة تحطها تحت اللسان تستحلب البرشامة، تبتدي العملية ايه، تهدى وتبقى زي الفل. لكن الست دي بتقول يعني انها قالوا لها القلب ومش القلب، راحت كشفت وقالوا لها ده في خراج في الرئة، فصعبت عليها نفسها وقعدت تعيط، فجالها البابا كرولوس بس اتأخر عليها شوية، بتقوله لسه فاكرني يا سيدنا؟ قالها ايه بقى؟
وطبعا ده اسلوب البابا كرولوس. ايه بقى؟ قلت له ايه ايه يا سيدنا؟ قال انا راجل عجوز بقى، على ما بوصل بقى بمشي على قدي بقى، وانت جايباني من اخر الدنيا مش تنتظر عليا ولا تجيبيني بالزرار؟ قلت له خلاص يا سيدنا، بس انا بموت. قال له دول شويه التهاب، يلا اف. وراح نافخ فيها، قومي بقى هاتي وشك، نفخ في وشها. ست قعدت وقامت وبطلت تستخدم كل الادويه، وتقول رجعت الى حياه جديده، حتى الكحه بتقول يعني بقصد ان انا اطلع من الحر للبرد، عشان يقول لي جالك نزله برد، جالك كحه، مفيش، حتى اللي بتاعت الكحه دي مش راضيه تجيني، لان زارها البابا كيرلس زياره. صحيح اتاخر عليها راجل عجوز، لكن جالها وزياره فيها بركه. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. من اسكندريه على الصعيد في اسنا، في واحد يعني اخو راهب في دير السريان، في دير السريان راهب اسمه ابونا سمعان السرياني، اخوه ده اسمه عياد الشايب، اخو ابونا سمعان. عم عياد يعني جاله تعب لدرجه نقلوه بعد عنكم من الطياره من الاقصر للقاهره، ومن القاهره على المستشفى السلام عدف. ايه الحكايه؟ قالوا انه عنده تقرحات في المعده ومفيش فايده وبياخد نفسه بالعافيه، لكن الراجل في حب كبير جدا للبابا كيرلس. قالوا يا سيدنا، حط الصوره جنبه كده، يا سيدنا انا ابنك وخدمت معاك شماس وخدت بركتك، معقوله تسيبني اموت الموتة الغريبه دي؟ انا طمعان انك تجيني. بيقول انه جسمه تقل في النوم بعد العتاب ده، ولما جسمه تقل حس بالممرضه فتحت الباب. الممرضه فتحت الباب، شافت منظر غريب جدا. هو عم عياد اتهيأ له ان البابا كيرلس واقف جنبه ماسك الشوريه وعمال يهز في الشوريه، وطبعا كل ما يهز الشوريه يطلع ايه؟ بخور. الممرضه فتحت وقالت الحقوني الحقوني. في ايه؟ قالت لهم العيان بيتحرق. العيان بيتحرق، يعني ايه بيتحرق؟ الدخانه ماليه الاوضه. هي مش طبعا ما شمتش، اصل مش اي عقل واي قلب يميز ريحه الايه؟ ريحه البخور. ايه الحكايه؟ الحقوني وتعالوا شوفوا العيان بيتحرق. الناس دخلوا لقوا بخور. يا عم، قال لهم نعم، ايه حكايه الدخانه؟ قال لهم دي مش دخانه، ده بخور. هو راح فين؟ هو راح فين؟ هو مشي؟ مين هو اللي مشي؟ انت اتجننت؟ لا، ما هو كان هنا، كان ماسك الشوري. كان ماسك ايه؟ قالوا الشوري. ايه هي اللي بتقول عليها دي اللي كان بيبخر بيها؟ صحيح، ده ريحه بخور. مين هنا؟ قال لهم الراجل اللي في الصوره دي اسمه البابا كيرلس. وسعوني كده يمكن يكون في الصاله. قام يجري يدور عليه من هنا لهنا، يدور على البابا كيرلس، ما عمل اللي عليه وايه؟ ومشي. ناس من اسكندريه بعتوا لي جواب بيقولوا فيه، يعني صاحبة الجواب بتقول ان انا والدي او عيلتنا يعني كنا بنسكن في زي عمارة كده تبع المساكن ولا حاجة، فيها حوالي 70 عيلة. بتقول وكنا احنا بس المسيحيين في الايه؟ في الجمع ده كله. فبتقول ان حدث ان واحدة من الجيران افترت على ابويا انه ضربها، وراحت عملت له محضر في اسم الشرطة، وجاله استدعى من الاسم انه يروح، ولما خاف حولوه للنيابة، فكان وكيل النيابة لازم يشوف. فالراجل راجل بسيط وراجل مسالم، ما يحبش يتدخل في خناقات ولا شر ولا غيره. فببساطة جدا الامر يعني لم ينجو من ان الراجل قال انا هروح، البابا كيرلس موجود في اسكندرية، اروح اخد بركة سيدنا ومن عند سيدنا اروح النيابة، الا يمكن سيدنا يصلي لي ربنا ايه؟ ينفخ في صورتي. فراح البطرخانة في اسكندرية، لقى الدنيا زحمة موت، عشان يوصل للبابا كيرلس دي مشكلة، زحام رهيب. فدنته يناكف يناكف لغاية ما بقى بينه وبين سيدنا حوالي متر ونص. فالبابا كيرلس رفع العكاز وخبطه بالعكاز على دماغه، قال له انت جدع، انت ابو جلبية، انت ابو جلبية. قال له نعم يا سيدنا. قال له معاك 60 قرش؟ الناس الوافين، انا يا سيدنا معايا. قالش ليش دعوة، انت هو انت راجل ابو جلبية معاك 60 قرش؟ قالوا يا سيدنا انت هتنكت علي. انا ماشي. خد بعضه ومشي وراح عن نيابة.
دخل عند وكيل النيابة بيقول له انا اسمي فلان الفلاني. قال له اقعد جنب العسكري هناك. قال له حاضر. بيقول وكيل النيابة فضل ينده على القضايا ويحقق وينده ويحقق وينده، وبعد ما خلص لم الورقات وخاصتهم تحت ضغطه قال له يا سعادة البيه انت ما دهتش علي. وقف له قال له انت ابو جلبية. قال له نعم سعادة البيه. قال له معاك 60 قرش. قال له ليه سعادة البيه؟ قال له روح ادفعهم غرامة في الخزنة وروح. قال بقى البابا كيرلس كان بيسألني معاك 60 قرش انت يا ابو جلبية دزار. البابا كيرلس جابها من الكنترول وانا معرفش، وكنت فاكر ان البابا كيرلس بيتريق عليا انا مش عارف هقول ايه. هو ده تدبير ربنا. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد حبيبنا من الزقازيق كان راح يزور مدينة اسكندرية، واول مرة ينزل اسكندرية راح المحطة عشان يركب القطر، لقى القطر معاده 12:10 والساعة في ايده هو 11:55، يعني عنده ساعة وربع تقريبا. فقال خلال الساعة وربع دي اروح اخد بركة البابا كيرلس واجي. كان البابا كيرلس في اسكندرية، فمعاه واحد صاحبه قال له طلع يلا يا فلان، يعني حطوا ديهم في نم بعض وبدوا يمشي يدوروا على بطرخانة النصارى في اسكندرية ما عرفوش يوصلوا. واحد قال له يعني يا شيخ والبابا كيرلس يعني خلاص رجلنا وجعتنا والساعة دلوقتي بقت 12:10 ولا الا بتاع، يلا نرجع. قال له ما احنا عاملين نسأل مش لاقي حد يدلنا. لقى عربية سودة السواق اللي فيها بيقول له اركب يا استاذ انت عاوز ايه؟ قال له عاوزين نوصل البطرخانة، عايزين نوصل ناخد بركة البابا كيرلس. يا عم تعرف السكة؟ قال له طب اركب وانا اوديك. ركبوا عربية فخمة قوي محترمة، دخلت بيهم البطرخانة، ومش بس دخلت وعلى المقر ودي السواق قالوا انتوا عارفين دي بركة عربية مين انتوا راكبينها دي؟ دي عربية البابا كيرلس نفسه. يلا يا استاذ اطلع خد بركة. قالوا معقولة نركب عربية سيدنا؟ قالوا مش انتوا طمعانين تاخدوا البركة؟ يلا طلعوا خدوا البركة ونزلوا. بيقولوا للسواق نوصل منين؟ قال له امسكوا الشارع ده خلال 7 دقايق هتكونوا في المحطة في الوش على طول، ما تحودوش ليمين ولا شمال. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. عيلة في امريكا كانت حاطة صورة البابا كيرلس في وش الشقة كده، والناس دول خرجوا، وطبعا هم قاعدين في ولاية اسمها شيكاغو، وشيكاغو دي معروفة بالحرامية. فيظهر حرامي راح فتح الايه الشقة وفوجئ بالصورة في وشه، ابو عمة غليظة ده وماسك في ايده صليب وحاطينه في وش الشقة. بيقولوا انه الحرامي اتخض ووقع على صدره ولسانه اتربط ما قدرش يقوم، وفضل على الحال ده لغاية ما يوم اهل الشقة ومسكوه. ايه يا عم انت في ايه؟ قال لهم انا داخل لقيت الراجل ده وقعت وربطني ما قدرتش اتحرك لغاية ما انتو جيتوا. قعدوا يبوسوا في صورة البابا كيرلس ويقولوا فعلا انت حامي شقتنا وشفاعتك مالية ومليانة بركتنا. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحدة من استراليا بعتت لي جواب يمكن من 2 أو 3 شهور، هي دكتورة بتقول لي وهي في ثانوية عامة سنة تقريبا يمكن 59، قالت لوالدها تعال وديني عند البابا كيرلس يصلي لي انجح في الثانوية العامة عشان اجيب مجموع. بتقول في الجواب ان والدها خدها، واول ما دخلوا الصالون بتاع البابا كيرلس قال له اهلا يا مقدس تعالى تعالى يا دكتورة. قال له يا سيدنا دي بنتي وفي ثانوية عامة لسه. قال له لا يا عم دي دكتورة. يا سيدنا دي في ثانوية عامة. قال له ما انا عارف يا ابني لكن هي دكتورة. وتلف الايام وتنيح البابا كيرلس وهي تتخرج وتبقى دكتورة، لان البابا كيرلس قال ايه؟ قال دكتورة. لما البابا كيرلس يقول دكتورة تبقى ايه؟ تبقى دكتورة. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. حكاية كنت قلتها لكم من فترة لكنها سايبة جوايا اثر كبير قوي، واحب اعيدها على حضراتكم. البابا كيرلس كان مصلي قداس في اسكندرية، وبالتحديد في كنيسة العذراء في محرم بيه.
وهو بيصلي وخلص القداس فأعطى الأباء بعد ما هو ناول الكهنة والشمامسة، أعطى الأباء الكهنة يناولوا الشعب. واحد أخذ الصينية اللي فيها الجسد، وأب تاني أخذ الكاس، وهما بيناولوا واحدة من المسات الخادمات بتوع الكنيسة جاية تتناول، وفجأة البابا كيرلس اتنفض قال له حاسب يا أبونا، حاسب يا أبونا. أبونا استغرب، في إيه سيدنا؟ قال له ما تناولش دي. قال له يا سيدنا دي خادمة من بنات الكنيسة معروفة عندنا، وباباها ومامتها ناس كويسين قوي ودي معروفة. قال له لا 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 يا أبونا، لا لا لا. قال له يا سيدنا دي بنتنا. قال له لا يا أبونا. ليه يا سيدنا؟ قال له يا أبونا أنا مش شايف الميرون في وشها، الميرون مش باين في وشها. خلاص سيدنا قال كده اركني يا ست وخلاص بقى. بعد ما القداس خلص البنت بعدت تعيط، ليه سيدنا البابا كرولوس يحرمني من المناولة؟ انا عملت ايه؟ ده انا خادمة ومن بنات الكنيسة وليا اب اعتراف. هات ابوها وامها. جابوها وامها. انتوا عملتوا العروسة دي فين؟ فالام قالت له صدقني يا سيدنا انا مكسوفة اقول لك، انا كنت نادرة اعمدها في القديسة دميانة في البراري، لكن وهي عمرها سنة حصل عندنا حالة وفاة فتأخرنا، السنة اللي بعديها كسنا، السنة اللي بعديها كسفنا، وهي الغايب دلوقتي ما تعمدتش. الشيء اللي محيرني انا شخصيا، البابا كرولوس بيشوف الميرون ازاي؟ ازاي يشوف الميرون موجود في وشها ولا مش موجود في وشها؟ انا مش عارف. هو راجل حدوتة عجيب، عنده عينين ثاقبتين، وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. الله الله العجيب. واحدة اسكندرانية، طالما بنتكلم على اسكندرية بقى، جت زيارة مصر، وهي في الزيارة في القاهرة قالت بالمرة اخذ بركة البابا كيرلس، فدخلت على الصالون بتاع البابا كيرلس بيستقبل في الضيوف، واول ما شافها البابا كيرلس واحده من الرعايه لكن ما يعرفهاش، قال لها اهلا اهلا يا ام مرقص، ازيك يا بتاعه اسكندريه؟ قالت يا سيدنا عندي اربع بنات. قال لها انت مش اسكندرانيه يا بنتي؟ قالت لا، عندك ماري مرقص كله هناك، روح لجدك ماري مرقص قولي له انا عايزه مرقص، وروح يا بنتي هيديلك ايه؟ مرقص. بتقول صاحبه الجواب ان انا بعد الموضوع ده بسنة بالظبط كنت ام مرقص، لان البابا كيرلس قال لي اهلا يا ام مرقص، يبقى لازم اكون ام ايه؟ ام مرقص. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. واحد من كفر الشيخ، واحد ضحك عليه في مبلغ محترم، والراجل اللي ضحك عليه وخد منه المبلغ ده راح له كده يعني قال له يا فلان المبلغ، قال له مالكش عندي حاجة واحليها كده لحسن اجيب خبرك البعيد. والراجل بقى راجل مفتري وعملهم على صاحبنا بتاعنا، صاحبنا اتملى بالغل، قال يعني يضحك عليه ده انا اجيب مسدس وراح اضربه بالنار، ده واخد مني مبلغ كبير زي بعضه. الراجل ده كان مصور يعني. فالمهم يومين ثلاثة البابا كيرلس وصل كفر الشيخ، والراجل واخد الكاميرا بتاعته راح يصور البابا كيرلس. فبابا كيرلس مكشر كده والتكشيره بتاعته كده باينه قوي، فجي في ودن سيدنا قال له ايه؟ يا ريت تتبسم يا سيدنا. فالبابا كيرلس وطى دماغه قال له يا ريت يا اخويا تشيل اللي في قلبك انت من ناحيه الراجل اللي ضحك عليك، انت عاوزني انا اتبسم انت يا اخويا؟ قال له سيدنا طب يعني اعمل ايه؟ قال له انا يا ابني زعلان عشانك يا ابني، انا مكسر عشان قلبك يا ابني، يا ابن اطلب الرب يا ابن اطلب ربنا يا ابني. قالوا خلاص يا سيدنا. بيقول الراجل روحت البيت انا مبسوط قوي من البركه وانا مذهول، لقيت الباب بيخبط، الراجل اللي واكل عليه فلوس قال له تعالى يا عم اديك فلوسك، وان كنت عاوز عليها انا مستعد اديلك، بس ما تكونش في زعل بيني ما بينك، وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. سنة 70 واحد راح لمرأة وبمراته كده سيدنا البابا كيرلس، وكان لسه عايش، كان في شهر 2 ولا حاجة، وقال له يا سيدنا صلينا ما عندناش عيال، احنا عاوزين يا سيدنا يعني كده تطلب لنا ربنا يدينا ايه؟ حتة عيل. فالبابا كيرلس
حط ايده على راسهم كده وصلى، قال خلاص يا عم مراتك هتجيب واد وهتسميه مينا وتيجي تعمدوها عندنا في دير مريمينا. قال لها سيدنا نعمده هنا في البطرخانة. قال له لا يا ابني تعمدوه عندنا في مريمينا عندنا، ما قدستك قاعد هنا يا سيدنا. قال له يا ابني احنا هنعزل، احنا هنبقى في مريمينا على طول. وعدت كام يوم وتنيح البابا كيرلس، وعلى ما اختنا دي ما حملت وولدت كان عدت السنة بتاع تذكار البابا كيرلس، واتنقل البابا كيرلس جسمانه الطاهر الى دير مريمينا، وراحوا فعلا عمدوه فين؟ عندنا فين؟ في مريمينا مريوط. هو شايف كده وصدق، ولا بد ان ايه ان تصدق. موقف القديسين وقعوا مع بعض ازاي؟ كان البابا كيرلس زعلان من واحد بيخدم في مريمينا واخد على خاطره يعني، كان اسمه كمال حبيب. كمال حبيب ده بقى فيما بعد اسقف، بقى اسمه الانبابيمن اسقف مدينة ملوي. فناس نقلوا كلام غلط عن استاذ كمال حبيب وقتها، فالناس المحبين قالوا الكمال لازم تروح تسلم على سيدنا وتاخد رضاه، يعني سيدنا يحب يشوف ولاده. فقال له خلاص، قال له تعالى معايا اخذ. فبيقول له البابا ايه ده كمال حبيب يا سيدنا؟ فرد البابا قال له هو كمال يا ابني لكنه مش حبيب، هو كمال لكنه ايه مش حبيب. قال له يا سيدنا؟ قال له طب يا ابني كان حبيب يجي بكرة يقضي اليوم معاي. حاضر يا سيدنا. فكمال حبيب تاني يوم بدري راح بابا كيرلس، خلص القداس وسلم نفسه، قال له اقعد يا ابني في السكرتارية بره قضي اليوم معانا يا ابني. قال له حاضر يا سيدنا. قعد كمال حبيب وبيستقبل الناس اللي داخلين عند سيدنا، ايه احنا عندنا مشكلة عاوزين البابا. دخلوا عند البابا، ايه يا ابني الموضوع؟ قال يا سيدنا الموضوع كذا كذا، اكتبها في ورقة يا ابني. مسك البابا الورقة، يا كمال يا ابني. قال له نعم. قال له نزل دي على مذبح العذراء يا ابني اللي هيصلوا عليه قداس. حاضر يا سيدنا. شوجوا موضوع تاني، يا سيدنا الوقت في الجيش وشغلانة، يا ابني الموضوع اكتبه في ورقة يا ابني. يا كمال يا ابني. قالوا نعم. قالوا خد يا ابني ودي دي على مذبح الملك مخير يا ابني اللي هيصلوا عليه بعد شوية قداس. حاضر يا سيدنا. بقى كمال شغال طالع نازل شوية وجوم جماعة، يا سيدنا انا واخواتي في مشكلة اكتبها في ورقة يا ابني. يا كمال يا ابني. قالوا نعم. قالوا ودي دي على مذبح مريمينا يا ابني. حاضر يا سيدنا. نزل في مذبح مريمينا، قالوا حط على مذبح مريمينا. شويه وجت مشكله تانية، يا كمال يا ابني. قالوا قالوا حطوا دي على مذبح ماري مرقص يا ابني. نزل حط على مذبح ماري مرقص. واتغدى كمال حبيب والبابا كيرلس، دخل وقفل على نفسه. واخر النهار الناس بتوع اول مشكله بتوع العدرا جايين، فين سيدنا خير؟ المشكله اتحلت الحمد لله. يا كمال يا ابني. قالوا قالوا انزل يا ابني اعمل لهم تمجيد للست العدرا يا ابني، سلام الرب عليها خلصت المشكله. الحمد لله. خدهم للمعلم، يا معلم نعم اعمل تمجيد للست العدرا. حاضر. عمل التمجيد. شويه جم الناس بتوع مشكله الملاك مخيل، الحمد لله الواد اللي كان غايب في الجيش رجع والحمد لله، وجايين بس نشكر سيدنا. انزل يا ابني عند الملاك مخيل. ايه مشكلة ماري مرقص؟ معطلقة شوية. الناس اللي حطوهم عند ماري مرقص ايه؟ مجوش. فقال له يا كمال يا ابني. قالوا نعم. قالوا يظهر ان احنا غلطنا يا ابني. قالوا ليه يا سيدنا؟ قالوا بعتنا مريمينا قبل ماري مرقص، وده ما يصحش يا ابني. وراح بص البابا كيرلس قال له حقك علينا يا عم، معلش فوتها المرة دي، فوتها المرة دي والمرة الجاية ناخد بالنا منك. ناس يا سيدنا بره، ايه الحكاية؟ الناس بتوع ماري مرقص ايه جم؟ امال ايه؟ كل واحد في دوره يا جماعة، كل واحد ايه في دوره. وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق. دكتور في ناميبيا، ناميبيا دي بلد في افريقيا كده جنوب شرق ناميبيا، بلد كلها ناس سود دول، بيقول انه كان معاه في جيبه صورة للبابا كيرلس، واحد من المحبين هناك جات له بعد عنكم ملاريا، فطبعا درجة الحرارة ترتفع بيبقى في خطورة على صحة المريض. بيقول استخدمنا معاه كل وسائل الطب، ودكاترة انجليز من انجلترا ومصريين وعراقيين واوغنديين وكينيين، وعمالين نعالج فيه وما فيش فايدة. قال اربع ايام درجة حرارة مرتفعة، وقلنا خلاص ده يعني المرض الملاريا دي مسكت فيه هتخلص عليه.
قال وانا واقف قال فبقول للزملاء الاطباء انا معايا بقى محاوله اخيره. قالوا له ايه؟ راح فاتح المحفظه وراح مطلع صوره البابا كيرلس وراح حطها له على جسمه. هو حط له الصوره على جسمه بيقول ففيش 3 4 دقائق والحراره ايه نزلت وتحسن. قالوا لا احنا عايزين نعرف بقى دي صوره ولا تعويذه. قال لهم لا ده راجل بركه. فالجماعه الدكاتره اتقبوا صاحبنا الدكتور عماد ده. كل ما حد يجي له ماليريا شديده يقولوا ابعتوا للدكتور عماد يبعت لنا الصوره بتاع الايه بتاع الراجل بتاعه. فاضطر يبعث لمصر يقول له معروف مدوني بالاجزخانه شويه صور للبابا كيرلس لانه مش هقول صوره هتقعد ايه تلف على كل المستشفيات وعلى كل العيانين. والبابا كيرلس بدا يشتغل في ناميبيا وبقت الوصفه السائده لمرضى الماليريا صوره البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق.